بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو الدرس الأول من المستوى الخامس، وسوف نبدأ بالنص. To have good health, we should have good food, do exercise and sleep for about 8 hours a night. A good diet should contain vitamins found in vegetables and fruit. Vegetables give us fiber to help us digest our food. A good meal should also contain fats which are found in oil and butter, and carbohydrates found in bread and starch because they give us energy. We should also eat meat, lentil and beans because they are rich in proteins necessary for building new cells. We should also eat dairy products to have strong bones and teeth. We should do exercise to have strong bodies. The words. الكلمات. صحة. Health. صحة. Health. يجب. Should. يجب. Should. جيد. Good. جيد. Good. طعام. Food. طعام. Food. يؤدي. Do. يؤدي. Do. تدريب أو تمرين. Exercise. تدريب أو تمرين. Exercise. ينام. Sleep. ينام. Sleep. حوالي أو تقريبا. About. حوالي أو تقريبا. About. ساعة. Hours اللي هو ساعة 60 دقيقة. Hours. ليلة. Night. ليلة. Night. Okay. في كل ليلة. A night. في كل ليلة. A night. نظام غذائي. Diet. نظام غذائي. Diet. يحتوي على. Contain. يحتوي على. Contain. فيتامينات. Vitamins. فيتامينات. Vitamins. يجد. Find. وجد. Found. يجد. Find. وجد. Found. خضروات. Vegetables. خضروات. Vegetables. فاكهة. Fruit. فاكهة. Fruit. يعطي. Give. أو gave. أو given. Gave. أو جف بالتصريف الأول. جيف التصريف الثاني. جفن بالتصريف الثالث. ألياف. فايبر. ألياف. فايبر. يساعد. هلب. يساعد. هلب. أوكي. يهضم. دايجست. يهضم. دايجست. هضم. دايجستنت. هضم. دايجستنت. وجبة. ميل. وجبة. ميل. دهون. فاتس. دهون. فاتس. زيت. أويل. زيت. أويل. زبدة أو زبد. بتر. زبدة أو زبد. بتر. الكربوهيدرات. كربوهيدرات. كربوهيدرات. خبز. بريد. نشا. ستارش. نشا. ستارش. طاقة. انرجي. طاقة. انرجي. اوكي. لحم. ميت. لحم. ميت. عدس. لنتل. عدس. لنتل. فول او بقول. بينز. فول او بقول. بينز. غني. ريتش. غني. ريتش. بروتينات. بروتينز. بروتينات. بروتينز. ضروري. نيسيسري. ضروري. نيسيسري. بناء. بيلدينج. بناء. بيلدينج. جديد. نيو. جديد. نيو. خلية. سل. خلية. سل. ألبان. جيري. ألبان. جيري. أوكي. منتج. برودكت. منتج. برودكت. قوي. strong. قوي. strong. عظام. bones. عظام. bones. أسنان. teeth.
أسنان teeth. جسم body. جسم body أجسام bodies. أجسام bodies وجسم body. Okay. Language. يجب should. يجب should. تستخدم للتعبير عن الضرورة أو النصيحة. For example, يجب أن نتناول الطعام الصحي. We should have good food. We should have good food. يجب أن نتناول الطعام الصحي. يجب أن تذاكر بجد. يجب أن تذاكر بجد. You should study hard. You should study hard. يجب أن تذاكر بجد. Okay. في كل ليلة. A night. في كل ليلة. A night. يمكن استخدام أدوات النكرة الـ A والآن لتعني في كل. لتعني في كل. لكل أو لكل. يعني في كل أو لكل. وفي أمثلة. For example. Okay. إنني أمارس التدريبات الرياضية 3 مرات أسبوعيا. I do exercise. Okay. 3 times a week. I do exercise 3 times a week. تلاحظون الـ A جت معناها لكل أسبوع أو لكل أسبوع 3 مرات أسبوعيا. أوكي. يحتوي contain. يحتوي contain يعني يحتوي على contain. هذا الفعل لا يأتي بعد حرف جر. For example, المقالة تحتوي على معلومات عن كيفية التخطيط لمشروعك. The article contains information on how to plan or plan your project. The articles, okay, the articles contain information on how to plan your project. المقالة تحتوي على معلومات عن كيفية التخطيط لمشروعك. Okay. غني, rich, غني, rich. يمكن أو يمكن أن يأتي بعد هذه الصفة حرف الجر إن. لتصبح بمعنى غني بي أو ثري بي like rich in rich in. Okay. For example, قاموس مورد أو مصدر غني للمعلومات. The dictionary is a rich source of information. The dictionary is a rich source of information. طيب الكاكاو غني بالفوائد الصحية. Cocoa is a rich in health benefits. Cocoa is rich in health benefits. الكاكاو غني بالفوائد الصحية. Okay. تكوين أسئلة. الجزء الثالث. Question part 3. Questions part 3. ما أطول المدة أو ما طول المدة. How long. ما طول المدة. How long. ويحول الفعل معها إلى صيغة الاستفهام. For example, هم مكثوا معنا لمدة 2 يوم. They stayed with us for 2 days. They stayed with us for 2 days. Okay. الاستفهام في هذه الجملة بواسطة how long هو ما طول المدة التي مكثوها معكم. How long did they stay with you? How long did they stay with you? تلاحظون stayed جاية بالماضي علشان كذا أضفنا did وحذفنا الإيدي رجعناها إلى الفعل إلى المصدر الأول. أوكي. كم تستخدم how long أو كما تستخدم how long للسؤال عن طول الأشياء. For example, طول المسطرة 30 سنتيمتر. The ruler is 30 centimeters long. The ruler is 30 centimeters long. طول المسطرة 30 سنتيمترا. عند تحويله إلى سؤال تصبح how أو كم يبلغ طول المسطرة. كم يبلغ طول المسطرة. How long is the ruler. How long is the ruler. إجابتها the ruler is 30 centimeters long. طول المسطرة 30 سنتيمترا. أوكي. تكملة الأسئلة. ما طول how tall. How tall ما طول. ويحول الفعل معها إلى صيغة الاستفهام. For example, الولد طوله متران. The boy is 2 meters tall. The boy is أو the boy is 2 meters tall. الولد طوله متران. عند السؤال تصبح كم طول الولد.
How tall is the boy? How tall is the boy? كم طول الولد؟ Okay. ما ارتفاع؟ How high? How high? ما ارتفاع؟ ويحول الفعل معها إلى صيغة الاستفهام. For example, ارتفاع الجبل 1000 قدم. The mountain is 2000 feet high. The mountain is 2000 feet high. ارتفاع الجبل 1000 قدم. عند السؤال okay, تصبح كم يبلغ ارتفاع الجبل؟ How high is the mountain? How high is the mountain? كم يبلغ ارتفاع الجبل؟ Okay. ما عمق؟ How deep؟ ما عمق؟ How deep؟ ويحول الفعل معها إلى صيغة أيضا الاستفهام. For example, يبلغ عمق البئر 20 قدما. يبلغ عمق البئر 20 قدما. The well is 20 feet deep. The well is 20 feet deep. عند السؤال تصبح كم يبلغ عمق البئر؟ How deep is the well? How deep is the well? كم يبلغ عمق البئر؟ إجابتها the well is 20 feet deep. اللي هو يبلغ عمق البئر 20 قدما. Okay. ما اتساع؟ How wide? How wide? ويحول الفعل معها أيضا إلى صيغة الاستفهام. For example, يبلغ اتساع الحديقة 50 مترا. يبلغ اتساع الحديقة 50 مترا. The garden is 50 meters wide. The garden is 50 meters wide. يبلغ اتساع الحديقة 50 مترا. عند السؤال تصبح كم يبلغ اتساع الحديقة؟ How wide is the garden? How wide is the garden? كم يبلغ اتساع الحديقة؟ Okay. ما وزن؟ How heavy? ما وزن؟ How heavy? ويحول أيضا الفعل معها إلى صيغة الاستفهام. For example, يزن الصندوق 55 كيلو جرام. يزن الصندوق 55 كيلو جرام. The box is 55 kilos. The box or the box is 55 kilos. Okay. عند السؤال تصبح كم يبلغ وزن الصندوق؟ How heavy is the box? How heavy is the box? طبعا جوابه the box is 55 kilos. يزن الصندوق 55 كيلو جرام. Okay. ما سرعة؟ How fast? ويحول الفعل أيضا إلى صيغة الاستفهام. For example, السيارة تستطيع أن تنطلق بسرعة 20 ميل في الساعة. The car can go to the speed of 20 miles per hour. The car can go at okay, can go at speed or the speed of 20 miles per hour. Okay, الساعة تستطيع أن تنطلق بسرعة 20 ميل في الساعة. عند السؤال كم يبلغ سرعة السيارة؟ How fast can the car go? How fast can the car go? كم تبلغ سرعة السيارة؟ Okay. ما عدد المرات؟ How often? ما عدد المرات؟ How often? ويحول الفعل معها أيضا لصيغة الاستفهام. For example, هي تزور والدتها مرة في الأسبوع. She visits her mother once a week. She visits her mother once a week. هي تزور والدتها مرة في الأسبوع. عند تحويل أو عند السؤال تصبح كم مرة تزور والدتها؟ How often does she visit her mother? How often does she visit her mother? الجواب she visits her mother once a week. Okay. تكملت الاستفهام أو الأسئلة، تكوين الأسئلة. ما عمر؟ How old? How old? ويحول الفعل معها إلى صيغة الاستفهام، مثل هاني يبلغ من العمر 20 عاما. هاني is 20 years old. هاني is 20 years old. هاني يبلغ من العمر 20 عاما. عند السؤال تصبح كم يبلغ عمر هاني؟ How old is هاني؟ How old is هاني؟ جوابها هاني is 20 years old. هاني يبلغ من العمر 20 عاما. أوكي. أسئلة الدرس الحالي.
اختر أداة الاستفهام المناسبة بين الأقواس. Choose the correct answer. السؤال الثاني: املأ الفراغات أو الفراغ بالكلمة المناسبة. Fill the space with the substituted words. املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. ضابط شرطة يتحدث إلى حارس لعقار كبير. A police officer is talking to the night or the a night watchman of a big building. Can I ask you some questions? Yes, of course. Did you see the thief? Yes, I saw him carrying a big bag and running fast across the street. What color was the bag? It was blue. What was he wearing? Jeans and black t-shirt. الأخطاء الشائعة. Common mistakes. الأخطاء الشائعة. منهمك في absorbed. منهمك في absorbed. Very much interested. يعني مهتم جدا أو منهمك في. In not at. يعني تضيف عليها الin لا ما تضيف عليها الat. For example, okay. Don't say the man was absorbed at his work. لا تقول كذا. لا تقول the man was absorbed at his work. بالعكس قول say the man was absorbed in his work. تلاحظون الـ at جت هنا هذا خطأ. أضيفوا الـ in بدال الـ at. Okay. يهتم ب. Accuse of. Not for. يعني تقول accuse of. Not accuse for. Okay. يهتم ب. Okay. Don't say. يعني لا تقول he accused his man for stealing. Okay. بالعكس تقول you must يعني say it أو تقول he exceed the man of stealing. Okay. طيب لاحظ أن charge يأتي بعدها حرف الجر with لتعطي المعنى نفسه. Okay. The man was charged with murder. Okay. The man was charged with murder. تكملت common mistakes. خائف من. Afraid of. Not afraid from. يعني تقول afraid of. Not afraid from. Okay. يقول لك don't say. لا تقول the girl is afraid from the dog. The girl is afraid from the dog. بل قول أو قول the girl is afraid of the dog. تلاحظون أن of أنها خائفة من الكلب. البنت خايفة من الكلب ليست from بل off. Okay. طيب يهدف إلى أو يصوب نحو aim at. Not, no, not on or against. يهدف إلى أو يصوب نحو aim at. تقول aim at not aim on or aim against. Okay. طيب don't say. لا تقول he aimed on the bird or against the bird. اللي هو يهدف إلى يصوب نحو العصفور أو الطير. Okay. بل قل he aimed at the bird. إنه يصوب على العصفور أو على الطير. He aimed at. تلاحظون الـ at. لا تقول on أو against. Okay. غاضبا من. Angry with. Not angry against. يعني غاضبا من تقول angry with. يعني زعلان أو غاضب من. Okay. Not against اللي هو ضد. طيب don't say the teacher was angry against him. لا تقول the teacher was angry against him. بل تقال صحيح the teacher was angry with him. تلاحظون with him. Angry with. Angry with him. Okay.
لاحظ أن يأتي بعد angry حرف الجر with عندما يكون الغضب من شخص، ويأتي بعدها حرف الجر at عندما يكون الغضب من شيء. يعني I am angry at my condition، يعني شيء. لكن لما تكون في شخص تبي تعبر عن غضبك منه تقول I am angry with أحمد، I am angry with عادل، like that. طيب عندما يكون الغضب من شيء، for example he was angry at the weather، هو زعلان من الطقس. he was angry at the weather، يعني الات تأتي مع الشيء، ووذ تأتي مع الهيومن بين، مع الغير جماد، مع الإنسان. with أحمد، with عادل، like that. okay. قلقا بشأن، anxious، troubled about، not for، يعني تقول anxious about، not anxious for. okay. وبرضو مثلنا don't say they are anxious for his health، ليس قلقا بصحته، بل قول they are anxious about his health، they are anxious about his health. okay. طيب لاحظ ان anxious تعني قلق، وعندما يأتي بعدها حرف الجر for تعني مسرور، تعني مسرور، anxious for. مثل parents are anxious for their children succeed، parents are anxious for their children succeed، يعني الآباء فرحانين أو مسرورين بنجاح أطفالهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، في أمان الله.